طالما فتحتي الفيديو ده يبقى انت عايزة تعملي جلابية جميلة قوي ليكي او لبنتك او حتى لحماتك او لمامتك. جلابية بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة، هي جميلة جدا وواسعة، تنفع ان انت تلبسيها جلابية وبرضه يمشي تصميم فستان، لانه بصراحة جلابية جميلة جدا. الفكرة بس سهلة وبسيطة قوي قوي، كل اللي عليكي بس انك تتابعي الفيديو لحد الاخر، ولايك جميل وتعليق اجمل واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نشوف الجلابيه اتعملت ازاي بطريقه سهله قوي وبسيطه. كل اللي عليك لايك جميل وتعليق جميل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، بس كده. يلا بينا نشوف الجلابيه اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا، ورجعنا تاني مع بعضينا. بصوا بقى، دي الجلابيه اللي احنا بنتكلم عنها، طريقه سهله قوي قوي بسيطه. طيب الجلابيه دي اول حاجه، واول كده بسم الله الرحمن الرحيم، الجلابيه دي ما فيهاش ولا حرده، ما فيهاش ولا حرده، ولا محروضه حرده قبط، ولا محروضه حدد كمان رقبه، تمام. الجلابيه دي بطريقه سهله قوي قوي بسيطه، نفس الصوره اللي هتظهر لكم دلوقتي حالا، بس انا حبيت ان انا اشرحها اللي هو ايه، واحده واحده، لان هي الصوره بتوضح لك ان هي مش متخيط فيها اي حاجه خالص. يعني بصي في الصوره عندك هتلاقي ان هنا عند الصدر متركب الكم، كم راكب ومحطوط ومتظبط وبتاع، وكتف كمان قصاده راكب، بس ما فيش هنا خياطه، يعني ما فيش هنا خياطه ولا هنا خياطه. طب هي عملت كده ازاي؟ عملته منه فيه كم، منه فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا الرسمه دي هتوضح اكتر لان مش فيها اي حاجه خالص. بصوا الكم منه فيه، يعني معمول منه فيه، وحرد بالنسبه لحرده الرقبه مش معموله حرده، معموله تربيعه، تمام. تمام، قبل ما هنبتدي شغل في الجلابيه احب بس اقول للناس اللي شافت امبارح حلقه الفستان بتاع امبارح، تمام. الفستان يا جماعه بتاع امبارح ده انا عملته عشان الطلب مني، فهي لما جت طلبته مني واشتغلت نفس الخطوات اللي انا اشتغلتها بنفس المقاسات اللي انا قلتها، فهي بتقول لي فين طول الكتف، فانا قلت لها او عملت تعليق، رديت عليها طبعا في الخاص، وبرده رجعت عملت تعليق تحت الفيديو هتلاقوه، يعني ادخلي هتشوفيه. التعليق بيقول ان طول الكتف 12 سنتي، المقاس بتاع سن 12 سنه، طول الكتف بتاعه 12 سنتي، تمام. تمام، النقطه دي اول نقطه. تاني نقطه بقى اللي انا حابه اقولها، ان هي لقيتها بتقول لي طب انا ظبطت الحسابات وخلاص شطبت الدنيا كلها، انا بقى عايزه الرسمه بتاعه البترول. قلت لها طب ما انا امبارح رسمتها. قالت لي لا، انا لا شفتها ورسمتها واتظبطت معايا، بس ايه عايزاكي تعيديها لي تاني. قلت لها حاضر تمام ماشي، هعيدها لها تاني. فهي الفكره ان انا هعيد رسمه او رسم البترول تاني في كل حلقه بنشتغل فيها، تمام، لان احنا معانا ناس جديده، وطبعا برحب بكل الناس اللي دخلت جديده في القناه. فكل حلقه ان شاء الله هنرسم البترول من اول تاني كاننا بنرسمه من الصفر، وهنقول المقاسات اللي بنشتغل بيها، وهقول الحسابات تاني، لان هي الحسابات بالنسبه لناس كتير قوي في ناس بتقول لي لا ده صعبه، لا ما اعرفش ايه، بس هي الفكره ان الحسابات سهله والله العظيم يا جماعه، هي الفكره سهله قوي قوي، سهله قوي قوي بسيطه، تمام. تمام، هذه الجلابيه ان شاء الله اللي هنشتغلها النهارده. وبالنسبه لنقطه الفستان حبيت بس ان انا اوضحها، ان الفستان بتاعنا بالظبط بالظبط طول الكتف بتاعه 12 سنتي. انا كده كده كتبتها في تعليق يعني، وفي نفس الوقت بس انا حبيت ايه ان انا اقول للناس اللي شافت الفيديو وما لقيتش طول الكتف. تمام، ثانيه واحده بقى، بسم الله كده نبتدي. بصوا يا جماعه الجلابيه محطوطه بطريقه سهله، جلابيه معمول فيها ايه او ايه التعديلات اللي معموله فيها بالنسبه للبطرون الاساسي، يعني بالنسبه للبطرون الاساسي اتعمل لحد هنا بطرون عادي جدا، ومن بعد هنا نزل على واسع لحد هنا، ده اللي هو معناه ايه، معناه الوسط. طيب نشرح بقى عشان خاطر الناس الجديده كلها اللي معانا، نشرح بقى البطرون الاساسي او الجلابيه معانا، او عموما يعني تفاصيل او معالم اللي مثلا تشبه الانسان او الملكان. فهي بص اول حاجة عندنا ده خط الكتف، تمام، وعندنا خط الستر، وعندنا خط الوسط. خط الارداف بقى بيبتدي من هنا لطول الجنب، خط الارداف بيبتدي من هنا لطول الجنب، فانا عندي اصلا هنا في وسع، فانا مش مجسمة الارداف هنا، تمام. تمام، يعني اي حاجه من بعد الوسط ما تاخديهاش خط، ما تاخديش خط الارداف بتاعها. طب بشتغل على اكبر حجم، ايه اكبر حجم؟ واذا كان الارداف مش معايا يبقى اكبر حجم عندي الستر، تمام. تمام، يبقى هو اكبر حجم، يعني اول اكبر حجم موجود بالنسبه لجسم الانسان عموما الارداف. طيب وبعد الارداف الستر، طب وبعد الستر الوسط، بس كده تمام.
تمام. يعني هنا خط الوسط، خط الستر، خط الكتف. طيب هنا المفروض يبقى في خط الأرداف، احنا نكتبه تمام. وده هنا خط الجنب، بس هو خط الجنب بيبقى كده، بيتراوح خط الجنب ده منين فين لفين بالنسبة للمسات الكبيرة؟ من 18 إلى 28 على حسب الأطوال تمام، وعلى حسب الأعمار، وعلى حسب الأجسام، من 18 إلى 28. طيب في حاجة تانية ممكن يكون ليها ايه الحسابات اللي بالظبط المضمونة؟ احنا هنكتبها كده في ظهر الجلابية. أول حسابات خالص، عندي خط الستر، خط الستر باخد خط الصدر، بعد ما باخده بضربه على 4، بعدين باخد خط الوسط، طيب بعدين بضربه على 4، بعدين خط الأرداف على 4. طيب وبعدين بعدين عندي ايه تاني؟ عرض الظهر، عرض الظهر ده مهم قوي. عرض الظهر عندنا، عرض الظهر عندنا بالظبط بتضرب على 3، على 3 تمام. يعني خط الصدر بتضرب على 4، دي الحسابات اللي انت هتمشي عليها. خط الصدر بتضرب على 4، خط الوسط بتضرب على 4، خط الارداف على 4، عرض الظهر على 3. طيب من بعد عرض الظهر لما بيطلع على 3 بناخد منه، هو بيطلع مثلا 3، مثلا هو اتضرب على 3 وطلع ايه مثلا 3 تمام. فانا هاخد يعني هي دلوقتي مثلا، دلوقتي انا دلوقتي ضربتها عرض الظهر على 3، فدي 3 اهي، و3 و3، يعني انا دلوقتي تلت عرض الظهر ده. بصوا عرض الظهر ده اهو، عرض الظهر من هنا لهنا انا تلته، هنا خدت 3 مني، وهنا خدت 3. طب وهنا خدت 3، لا هنا باخدها بقى بقسمها على 2 وتساوي، وخلصت كده تمام. وضحت؟ يعني انا دلوقتي تلت عرض الظهر ده، تلته بقت دي 3، ده خط الكتف الاولاني، وده خط الكتف التاني بقت 3. الدوران الرقبة بقسمه على 2، ليه؟ لان انا اصلا مفروض اقسمه على 5. دوران الرقبة، دوران الرقبة، دوران الرقبة كله مفروض اقسمه على 5، فانا تمام. فهي من الحسابات على 5، يعني دوران الرقبة على 5، دوران الرقبة على 5، ده الحاجة الوحيدة اللي على 5 تمام. وبنشتغل بيه، بنشتغل بالناتج اللي هيطلع، بنشتغل بالناتج اللي هيطلع. يعني دوران الرقبة ده مثلا مثلا هو 5، وعملنا مثلا هو 10، واشتغلناه على 5، طلعت لي مثلا كام؟ هتطلع لي 2 سنتي تمام، 2 سنتي. فانا هشتغل حدة الرقبة 2 سنتي. يعني انا هاجي كده في التربيع، بصوا مش بشتغل على ضلفة واحدة ولا ضلفتين، بشتغل على 4. فلما نقول نشتغل على 2 مثلا، هنا 2 وهنا 2، فلما اجي انا اشتغل على 2 مثلا كده، يبقى انا اشتغلت ال4 اتجاهات دول على 2، يعني اصبحت معايا هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 وهنا 2، يعني بقت كام؟ بقت 8 سنتي بالظبط، وده اللي انا عايزاه تمام. تمام، يبقى دي الحسابات اللي احنا عايزينها. خط الصدر على 4، خط الوسط على 4، خط الارداف على 4، عرض الظهر على 3، وبناخد منه التلت وبنحطه على 2 عشان خاطر نطلع منه عرض دوران الرقبة. طيب مش حابة الطريقة دي، يبقى تاخدي دوران الرقبة كله وبعدين بتقسميه على 5 على طول، وخلصت الحكاية كده. الحسابات تمام وضحت؟ تمام، يلا بينا بقى نرسم الجلابية بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة، وزي ما اتفقنا كل اللي عليكي بس لايك جنب تعليقك واشتراك في القناة. طبعا اسفة جدا على الرغي، ده اول فيديو، بس حبيت ان اوضح النقطة دي بالنسبة للناس الجديدة. وان شاء الله يعني لو برضو ما وضحتش قوليلي في التعليقات، وانا ان شاء الله هوضحها لك اكتر. الفيديو بقى لوحده ورسم البطرون نرجعه تاني لوحده تمام. اما انا هنا ليه عملت كده ووضحتها نقطة نقطة؟ لان انا اصلا برسم على طول، فلو انا عارفة المقاسات فخلاص انا هرسم على طول. في ناس تانية حفظتني ان انا اول ما بدخل برسم على طول، لان هي عارفة ترسم البطرون الاساسي. ناس تانية ايه لسه بتبتدي، فلا، فانا ايه لازم اقول لهم واحدة واحدة هنعمل ايه وبنشتغل ازاي، واحدة واحدة خالص، ونرجع معاهم من الصفر تاني عشان خاطر ايه اتفرجوا واحده واحده. وانا برضو بقول للناس يعني اللي جديده، يا ريت تتفرج على الفيديوهات القديمه، لان هي فيها برضو شغل جامد قوي تمام، بالنسبه للبطون الاساسي وبالنسبه للحاجات دي. طيب اول حاجه بنحطها عندنا هي ايه؟ اول حاجه خالص بنحطها عندنا هو عرض الظهر. طب عرض الظهر ده نجيبه، يعني نجيبه بالظبط ولا نجيب حاجه تانية بداله؟ لا نجيب حاجه تانية بداله احسن.
طيب ايه اللي بدل عرض الظهر؟ دوران الصدر. دوران الصدر بالنسبة للجلابية دي، لان الجلابية دي زي ما اتفقنا ملهاش ارداف، يعني ارضافها وسعت خلاص، وسعت مننا فما فيش تقسيم، فاحنا هنشتغل على طول على عرض الصدر والوسط، وبعدين ايه هنجيب بعد كده بقية الخطوط. تمام، بصوا ادي عرض الصدر اهو 10 سنتي، ده بالنسبة للتدريب. عرض الصدر 10 سنتي، وبعدين هننزل هنا 10، وبعدين هننزل 10 تاني، بعدين نعمل عرض الصدر هنا تاني عادي جدا 10 اهو، بعدين هننزل 8 سنتي دوران الوسط. تمام، وبعدين هناخد 3 سنتي 3 سنتي دوران الرقبة، وهناخد 3 سنتي برضو دوران الرقبة من تحت ومن قدام. تمام، وهناخد برضو هنا 1 سنتي للخلف، وبعدين نوصل بقى دي كده بمربع، فهي عندي 3 سنتي، فهي هتيجي كده تيجي بالظبط 3 سنتي. تمام، وبعدين هناخد برضو الخلف معانا، وبعدين هننزل هنا 1 سنتي وخط بدون مقاس، بعدين هناخد الخط ده 6 سنتي بالظبط، 6 سنتي بالظبط. تمام، بعدين هننزل من الخط اللي احنا عملناه 6 سنتي ده، ننزل منه خط. تمام، ونزلنا منه الخط اهو، بعد ما نزلنا منه الخط هنطلع كده. تمام، وبعدين ناخد بقى نقطة تانية هنا كده 1 سنتي برضو نطلعها، وبعدين ناخد كده حردة الابط او الجيرو، حردة الجيرو، وبعدين بناخد كده الجزئية دي. تمام، كده البطرون الاساسي كده خلاص، كده احنا ايه اشتغلنا لحد الوسط وبطرون اساسي. طب بعد الوسط؟ لا، ما بقاش بطرون اساسي، بقى بطرون عادي، ما بقاش بطرون اساسي، بقى كده ايه تعديل عليه، تعديل عليه بقى اللي هو ايه هناخد اكبر حجم. بصوا ده كده بالنسبة ان احنا خدنا يعني مثلا خط الارداف مثلا كان هيبقى هنا. تمام كده، احنا بقى لا ده انحرفنا كمان عن خط الارداف. تمام كده، تمام، يبقى احنا كده عملنا الوسط الصدر والوسط والارداف بالظبط الطريقة دي. تمام، وقبلهم خالص الكتف، وبعدين حردة الرقبة. طيب في تعديل تاني؟ اه طبعا في تعديل تاني، الكم منه فيه، وده اساسا اساس البطرون نفسه. فاحنا هنجيب المسطرة كده بخط الكتف، بص خط الكتف ماشي ازاي، فانا بخط الكتف كده وهكمل بقية الفراغات دي، وهنيجي برضو هنا بالنقطة دي وكده. كده انا عملت الكتف منه في الكم منه فيه. تمام، بالنسبة بقى للموديل اللي معانا ده، ان احنا بنزود فيه فتحة الرقبة شوية من هنا الامام، فاحنا عشان هو مربع فاحنا بنزود فيه فتحة الرقبة شوية، على حسب ما انتي حابة، على حسب الرغبة، عايزة تظبطيها على اللي هي تبقى مظبوطة بالظبط تمام، مش عايزة برضو تمام. ماشي، هنقص بقى الموديل ده ونشوفه ايه هيبقى عامل ازاي بنفس الشكل ان شاء الله. دلوقتي هنقص اهو التصميم. تمام، بسم الله، وهنقص بنفس الشكل ده، وهنبتدي الاول من تحت لفوق. الخطوط اللي هنقصها هي الخطوط اللي من بره، ملناش دعوه باللي جوه، دي اللي جوه دي بس مرشده، كل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي خطوط مرشده، ما بتعمليش حاجه بس غير ان هي بترشدني ان انا اعمل ايه التصميم بتاعي او ماشي ازاي. تمام، تمام، ثانيه واحده بقى هقص طبعا حردة الرقبة. اول هناخد الخلفية. تمام، هناخد الخلفية كده، وبعدين هناخد قصادها الامامية الواحدة. وبالنسبة للكمل منه فيه ده، ممكن على فكرة تظبطيه، ممكن تزوديه تاني لو انت حابة تزودي الطول، يعني مثلا ده تلت كم، فهي تلت كم، انتي بقى ممكن عايزة تزودي الطول تزوديه. تمام، هيبقى برضو شكلها حلو. طيب بالنسبة للجلابية اللي انتوا شايفين صورتها او شفتوا صورتها، الجلابية دي ليها طبقة تانية، نفس الطبقة التانية دي هي هي نفس الشكل بتاع السبعة دي. طيب الجلابية دي بتبتدي الطبقة التانية بتاعتها منين؟ من هنا. بصي لما تيجي ترسمي الطبقة التانية بتاعت الجلابية، هترسمي الجزئية من اول الوسط هنا. تمام، من اول الوسط هنا، وتروحي ماخدة الجزئية دي كده كده،
مثلا تعمليها مثلا بزجزاج على حسب ما انت حابه بقى، تمام، وتخيطي الجزء ده كده فيها، تمام، وحابه مثلا يبقى ليها شكل اطول، تمام. هي بس الجلابيه اللي معانا في الصوره دي مش جايه فيها ايه، يعني مش ماخده كل الفرق، مش ماخده كل المساحه بتاعه الديل، مش ماخده كل مساحه الديل، تمام. فالفكره ان انا باخدت ايه جزء بس من الديل، فعشان انت تاخدي جزء من الديل ممكن تخليها بنفس الشكل ده، او ممكن تخليها مثلا بشكل كده، فحسب ما انت حابه الشكل بتاعها يبقى ازاي. وبرده لما عملتيها كده برده هتبقى اجمل، يعني تبقى احلى. يعني لما تيجي ترسمي، قصدي هترسمي دي ثانية واحدة، انت بالنسبة لك هترسمي البطرون، رسمتي البطرون وقصيتي الجلابية اهو خلاص، بتاخدي الجزء بتاع الديل ده وبتقصيه مرة تانية، بس بتقصي منه الفراخات اللي انت مش عايزاها تطلع مع الجلابية، وبتقصي الجزئية اللي انت هتاخديها وتخيطيها فيها، تمام. تمام، طيب الجلابية بتاعتنا كده خلصت، تمام. بيبقى فيها بس هنا شغل خرز، او على حسب بقى ما انت حابة الشغل بتاعك يبقى عامل ازاي، تمام. فلو انت حابة مثلا يبقى فيه مثلا شغل خرز او حاجة زي كده، تمام، ممكن تعمليها شغل برضو مش خرز، ممكن تعمليها شغل اللي هو ايه سرفلة عادي، او ممكن تركبي فيها زيق كده او كلفة، بتبقى حلوة برضو، تمام، تبقى شكلها حلو برضو. يا رب تكون فكرة سهلة وعجبتكم وبسيطة، يكون الشرح كمان سهل وعجبكم وبسيط، واهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، لان اللايك والتعليق دول يا جماعة بيخلوا القلب يزغرط كده، خلوا القلب فرحان، اللايك بالذات والتعليق خلوا القلب فرحان جدا ان ايه يعني ما شغلي او الشغل ده بيبقى خد ايه بجد حقه، لان الفيديو ده بيتصور مثلا الساعة من دلوقتي حاليا، الساعة دلوقتي 9، عبال ما ينزل الفيديو ده يكون الساعة 4 العصر ولا 5 العصر، لان سبب النت وسبب كمان التظبيط بتاع الفيديو اللي ركب حاجات على حياته، فاللي هو ايه الفكرة ان هو حتى ركب لكم الصور وركب لكم الصورة مع الشرح، فالموضوع متعب، تمام. فلايك جميل وتعليق اجمل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس وظبطوا لي بقى الدنيا في اللايكات دي، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودي الجلابيه اللي احنا عملناها، تمام، دي الجلابيه اللي احنا عملناها وشرحنا عليها، هي باظت طبعا، بقت عامله زي فستان فرح، المهم ان هي بقت برضه جلابيه، تمام. دوران الرقبه، خط الصدر، خط الوسط، خط الارداف، كل دول على الاربعه ما عدا دوران الرقبه على الخمسه، عرض الظهر على الثلاثه، دول طريقتين، دي طريقه ودي طريقة. طيب دي طريقتها ايه، انك بتاخدي عادي خط الكتف وبتقيسيه وبتعرفي المقاس بتاعه، وبعدين بتكتبيه، وبعدين بتاخدي دوران الرقبة لوحده، وبعدين بتضربيه على الخمسة وخلصت كده، تمام. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، مع تحيات مريم احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.